مساء الخير على حضراتكم، مساء الخير على كل جماهير النادي الأهلي في كل مكان. أهلا وسهلا بحضراتكم، يوم جديد وحلقة جديدة من المحترف. كالعادة هنتابع مع حضراتكم أخبار الدوريات الأوروبية الكبيرة، هنتابع كمان على مستوى الترانسفير. حضراتكم عارفين خلاص يوم 31 أغسطس هو آخر ميعاد ترانسفير ماركت الصيفي الملتهب والمشتعل في أوروبا. هنعرف من حضراتكم من خلال المحترف كمان البريمير ليج، هنعرف خلال يمكن ساعات قليلة أو بالضبط بتوقيت مصر الساعة 9 لقاء كبير لنجمنا الكبير محمد صلاح، ليفربول أمام المان يونايتد. هنتعرف على هذه المباراة قبل انطلاقها، كمان هنتكلم على الجولة الثالثة من البريمير ليج المشتعل كمان بشكل أكثر من رائع. لينا كمان النهاردة في المحترف ملف للبوندسليغا، طبعا الدوري الألماني كمان وانطلاقة أكثر من رائعة للبايرن ونتائج كبيرة جدا جدا. هنتعرف على تصريحات المدربين، هنتعرف على أحلام الجماهير، وكمان هنتكلم بشكل منفصل كمان عن لقاء النهاردة ليفربول والمان يونايتد. وكان محمد صلاح يمكن كان طلع في تصريح هنتابعه مع حضراتكم، واتكلم على أماله وطموحاته في الموسم ده مع ليفربول، وخاصة كمان المباراة المرتقبة أمام المان يونايتد. ملفاتنا كتيرة النهاردة، لكن قبل ما أبدأ خلينا نتكلم على جزئية مهمة جدا. كلنا جماهير النادي الأهلي أكيد تابعت مباراة النادي الأهلي والإسماعيلي، هتكلم على ولادنا، هتكلم بصفتي واحد من ولاد النادي، بصفتي واحد مر بتجربة مماثلة شوية للاعبتنا اللي خارجة من قطاع الناشئين وعندها فرصة كبيرة جدا جدا مع النادي الأهلي. عايز أتكلم، ما كنتش سعيد قوي بأداء بعض اللعيبة، ومن خلال المحترف من خلال خبراتي اللي أنا لازم كمان أنقل خبراتي ديت لولادنا، مش هقول ولادنا الصغيرين لأن كمان الفكرة اللي بتوصل للعيب دوت إنك عندك 23 سنة أو 22 سنة إن أنت لسه لعيب صغير، لا، لازم الفكرة دي من بدري شوية تتشال من قطاع الناشئين. لازم الناس دي تتربى إن هو لازم يتربى على أجزاء مهمة جدا عشان يقدر يلعب في نادي كبير بحجم النادي الأهلي. الأجزاء اللي أنا بتكلم عليها والأجزاء المهمة جدا يمكن شوية بعيد عن الفنيات، أكيد لازم يكون مؤهل فنيا بشكل كبير جدا وبشكل رائع على المستوى الفني والتكتيكي، وكمان خلي بالك على المستوى البدني، لأن بعض الولادنا أو بعض الناس اللي لعبوا من قطاع الناشئين عندهم فنيات كويسة ولكن المستوى البدني لا. انت عندك لو حتى عندك 21 سنه لازم يكون شغلك البدني افضل بشكل كبير جدا من اللي انت شغال عليه. دي نقطه، ونقطه مهمه جدا. النقطه الاهم ان النادي الاهلي نادي عنده طابع مميز، النادي الاهلي نادي بطولات، جماهيره لا تقبل الا بالبطوله، وبالتالي لازم يكون عندك شخصيه النادي الاهلي تتمرن على الفنيات وعلى التكتيك وعلى وعلى وعلى، لكن كمان لازم يكون عندك هذه الشخصية، شخصية النادي الأهلي. وده صدقوني التقييم الحقيقي اللي بندور عليه احنا كجماهير النادي الأهلي، وانا بحط نفسي ضمن جماهير النادي الأهلي دلوقتي، ان انا بدور على مين عنده شخصية النادي الأهلي، مين اللي عنده الإصرار والعزيمة والقوة والمثابرة والجلد في المباريات وبيطلعها التسعين دقيقة، مش بيطلعها 25 وبعدين ينزل وبعدين مباراة حلو ومباراة وحش. دي مش شخصية النادي الأهلي. فرسالتي ونصحتي لولادنا اللي طالعين من قطاع الناشئين اللي بياخدوا فرص لغاية دلوقتي، إنك لازم تستغل هذه الفرصة أحسن استغلال. إزاي؟ بالالتزام الكامل، بالتهيئة نفسك لهذه الفرصة اللي مش هتتعوض تاني. أنا جات لي الفرصة وأنا عندي يمكن 17 سنة وطلعت وكنت بحلم بأول تدريب ليا مع الفريق الأول، تدريب بحلم إن أنا أتمرن مع الفريق الأول، ويعني ما أدراك ما الفريق الأول والنجوم اللي كانوا موجودين فيه، فما بالك في أول مباراة ليا مع النادي الأهلي. أنا فاكر إن الواحد من كتر التركيز ومن كتر القلق وساعات الخوف الإيجابي ما كنتش قادر أنام كويس، لكن الإصرار وشخصية النادي الأهلي اللي أنا تربيت عليها في النادي الأهلي، وأنا كان دخلت النادي الأهلي وأنا عندي 10 سنين، يعني من 10 سنين ل 17 سنة، 7 سنين اتعلمت وتربيت على شخصية النادي الأهلي. دي طلعت من خلال الفرصة اللي أنا خدتها،
وخدتها من نجوم كبار جدا جدا، يعني دلوقتي كمان الساحة فاضية بالنسبة لكم، الملعب فاضي بالنسبة لك، فلازم لازم تبين لجماهير النادي الأهلي وللناس بتتفرج عليك عشان تقيمك بعيدا شوية عن الفنيات، لازم تكون الفنيات موجودة، ده شيء أساسي، ولكن شخصية النادي الأهلي، شخصية النادي الأهلي لو ما ظهرتش فيك مش هتبقى موجود في النادي الأهلي، وصدقوني هتبقى خسارة كبيرة جدا جدا، ممكن تروح أندية تانية ولكن خسارة النادي الأهلي لا تعوض. وسألوني أنا، يعني أنا كمان خرجت صغير من النادي الأهلي وتعلمت حاجات كتيرة جدا من النادي الأهلي وخدتها معايا في مشوار احترافي خلتني متواجد لمدة 15 سنة في أوروبا. فنصيحتي للولاد ما زالت يعني الفرصة لسه قدامك، لسه عندك مباريات جاية، الناس اللي كنا بنتكلم عليهم فيهم أمل كويس وعندهم جزء من شخصية النادي الأهلي واختفت في الماتش اللي فات أو في اللي قبليه، لازم تظهر تاني. الحرب جوه الملعب ده كلمة تعلمتها، مش معنى الحرب مع المنافس، حرب كمان بينك وبين نفسك، ان انا لازم اثبت وجودي وان انا كل ثانيه بتعدي في المباراه ما بثبتش ان انا قادر ان انا امثل النادي الاهلي، دي خساره ليك. ف تاني كل التوفيق للاعبتنا، وخاصه بنتكلم على فرصه مش هتتكرر تاني. النادي الاهلي نادي كبير، الاداره بتشتغل على المستوى الصفقات بشكل اكتر من رائع، احنا مش قلقانين من ده، لكن نتمنى من لاعبتنا، ومش هقول للعيبة الصغيرة، لاعبتنا الخارجة من قطاع الناشئين، إنها تستثمر هذه الفرصة بشكل أفضل من كده كتير جدا جدا، لأنك بتلعب في نادي كبير. ابعد عن كل ما يبعدك عن الجزئية دي، ابعد عن السوشيال ميديا، بعض الناس بتقول اللعيبة بتتصور مع الجماهير، ابعد عن كل دوت، يعني شغلك الشاغل في الفترة اللي جاية كيف أثبت شخصية النادي الأهلي وإزاي إن أنا أكون متواجد الموسم القادم في حسابات النادي الأهلي، ده شغلك الشاغل لأنه هو ده مستقبلك، وصدقوني الفرصة ما بتجيش كتير.